البنات، كيف حالكم؟ لاباس عليكم؟ معكم ام امين للخياطه والابداع. اليوم غادي نخدمو كسوه او فستان بصدف نازل حتى الحزام ولتحت جيب، يعني صايع. هو في الاصل راه فستان غير مقطع من الحزام، وفيه لاستيك وفيه حزام. بسم الله على بركه الله. غناخدو اولا عندنا الكتاف فيه 40، كنديرو ان كاري فيه 20 سنتيمتر. انا غنخدم معاكم طريقة بسيطة جدا. نخدم مع المبتدئات، كنزلو من هنا لهنا بزوج، هنا كنمشيو ب10 سنتيمتر باش كيجي الكول يعني دغيا كيدخل في العمق. ما كي بغيتو ديرو 8 ديرو 8 او 9 على حسب رغبتكم. انا دابا غوريتكم يعني غيكون الصدف القدام، يعني راه كيكون عندكم كامل الاختيار، حيت كاينه الصدفه اللي غادا تحل. كتنزلو في العصري ب4، ماشي بحال في 3 كيف وريتكم في البلدي. ها هي 4 سنتيمتر، كنزلو بهاد الكتف من هنا لهنا. كنشوفو الحزام شحال دائرة الصدر، والرباع كيف كنقولو كنقسموه على 4. مثلا خرجت لنا 27، كتجينا مثلا النقطة هنا، هاهي كنوضعو نقطة، كنحسبو من هنا لهنا في هاد الأنكاغي اللي عندنا، كنديرو نقطة في النص، لو أن دومي ديال هاد العبار اللي عندنا هنا. صافي، وكنديرو هنا. كتخدموا بالبيروكي ولا كنديرها بايديا؟ ما نكذبش عليكم، ما كنخدمش هذاك الشيء، كنخدمو ملي كنا في مدرسه تصميم الازياء، من بعد بدنا كنخدمو غير بايدينا. صافي، كنشوف الحزام عندي مثلا 40، كنحسب من هنا لهنا 40 فين جاتني. مثلا جاتني في هذه النقطه، هنا غادي ناخذ من ننزل من هنا لهنا، كنشوف العبار ديال الحزام شحال عندي. هو في العصري نوريكم طريقه بسيطه جدا، كناخذوا العبار مضبوط وكنزيدوا غير زوج سنتي من غير سنتيم ونص ديال الخياطه، يعني 3.5 في المجموع. صافي، كنشوفوا الحزام شحال عندنا. مثلا عندنا 26، وهنا عندنا قلنا في الربع 28، ها هي كنزلوا بها. اذا بغينا نعرفوا كيفاش غناخذوا الصدف، حنا كانوا علمونا نزيدو 6 سنتيمتر، ولكن انا من مع الخبره ومع المداومه ومع لقيت بان 7 سنتيمتر افضل، كيبقى لك ملي كتطوي كيبقى لك احسن. كتطوي 4 وكتبقى 3 في الصدف، يعني ملي كنديها لي قبلك العين كيخدم على راحته، ما كتبقاش كيجوج هذيك سنتيم، جوج سنتيم ما كافيش. من الاحسن ديروا 7، ها هي من هنا لهنا 7، يعني هاد 4 انا غنقسمو مثلا 4، هي اللي غتبقى عندنا في الداخل، هي اللي غتبقى خيات 3 سنتيمتر، هي اللي غتبقى عندنا فين غنديرو العقاد. انا غنوريكم العقاد باش غنتفاهمو احسن، ها باش غتفاهمو اي حاجه علاش مديوره. ها هي، وهاد الزياده اللي هنا راه غادا تدخل لداخل، ولوضو ملي نبغي نفصلو غيبقى عندنا هو هذا. انا غندرقها بالمسطره باش يبان ليكم الوضو هو هذا. انا كان عليا نجيب ملون اخر باش نفهمكم اكثر مره اخرى ان شاء الله. والامام غتنزلو مثلا ب10 سنتيمتر، ها هي غتمشي حتى لهنا. هنا غادي تخدمو ملي غتبغي طوي غديرو غير بيي، يعني اشنا هي بيي؟ غنشرح لكم طريقه اخرى. بيي هي التوب مثلا عندنا هكا، ها هو غادي نميلو المسطره مثلا ونخدمو هكا، هي التوب هي اون بيي. خدو نتوما الا كنتو مبتدئات ما عارفينش، صافي ديروا هذه الطريقه، ديروا المسطره وميلوها هكا، سيروا على مي وقطعوها. هذه هي اللي غديروها غوفير عندكم هنا باش ما يبقاش يبان هذاك الديفو، ولا ديروا الغوفير. الغوفير يعني كنمشيو من هنا ب6 سنتيمتر وكننزلو من هنا، ولوضونا التاني نفس الشيء من هنا وكنطلعوه. دابا غتبقى لينا الصايه،
غنشوفو نزلو دائما من هنا ب 18 باش كنلقاو الحوض 18 سنتيمتر من هنا باش كنلقاو الحوض. هادي النقطة ديال الحوض عندنا 30، هي جات هنا كنديرو ليها هكا كننزلو بالطول اللي عندنا ديال الصاية كما كتشوفو معايا كنديرو هنا مثلا 56 او 50، شوفو نتوما كل وحدة والاختيار ديالها صافي وكننزلو بيها ولا 46 48، المهم شوفو كل وحدة انا ما غاديش نفرض عليك. وهنا دائما البنات كيف وريتكم راه كنمشيو من هنا لهنا باش ما كيبقاش عندنا داك الجلال نازل على الارض وكنقطعو الامام دائما كندخلو من هنا لهنا بواحد سنتيم ونص بحال من هنا لهنا كندخلو باش ما تجيناش هذيك الكشكاشه وكنقطع في الكم نفس الشيء. الكم انا غنخدمو معكم في هاد البلاصه هنا خاويه كنديرو ان كاري هنا عندنا نصف كتبي 20 نزلو ب 12 كيبقى عندنا هاد الخط. بغيتو ديرو هاد الطريقه بغيتو ديرو الطريقه الاخرى اللي علمتكم راه ساهله دابا نتوما واللي حبت خاطركم غنحسبو هنا من النص وهاد النص ها هو كنجيبو من هنا وكنهبطو من هنا. شوفوا الطول عندنا 60، الى عندنا 60 سنتيمتر في الطول غنزيدو 4 سنتيم ديال اللاستيك حيت غنخدموها في الكمين في لاستيك عاد 2 سنتيم ولا 3 فين غنركبو لاستيك. نديرو شي 18 سنتيمتر او 20 وغنمشيو من هنا نمشيو ديما من هنا مقاد هاد النقطة عاد نمشيو من هنا. بغيتو ديرو الطريقة الأخرى اللي ساهلة اللي كنوريكم دائما كتقطعو هاد الدوفون من هنا وكتحطو هاد الجهة هي اللي كتحطوها على التوب اللي مطوي على 4 وهي باش كتفصلو غتحصلو على هاد الطريقة. ها هي حتى هي غنوري ليكم راه عاودو راجعو شوفو الفيديوهات اللي قبل راه كنت خدمت معاكم جلابه تقدروا تخدموا بها. كنجي غير من هنا وكنحط هاد التقويره هاد التركيز هذا هو اللي غيكون عندنا هنا كيعطيني هاك كيعطيني بحال هكا صافي وكنخدم لكم هادي ما غنحتاج حتى ننزل ب 12 ولا طريقه عمليه سهله بسيطه جدا صافي. هنا كتخليو 3 سنتيم كتسورجه وكتخيط الكم حتى هو من هنا راه كيتسورجه وكندفنوا فيه لاستيك غير لاستيك صغير صافي. ها الفستان ديالنا واجد فيه غير الصدفات راه كتشيو غتركي المعلم خاصهم كيتقب العيون وغتشريو من عنده صدف وغتركبوهم. وهاد الغوفر غديروا فيه الفيزلين لا بالنسبه للدوفون لا لودو ديروا الفيزلين ولصقوه عاد خدمو. ايوا نتمنى الدرس ديال اليوم يكون مفهوم. معكم ام امين الخياطه والابداع، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ولا تنسوا الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. لا تنسوا الصلاه على النبي.